أهلا مرحبا. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك أخوي. الاسم بالخير. مداح أبو أريج. أهلا وسهلا بك. شرفتنا ونورتنا برنامج بين أهلنا. وأنت الشرف، الشرف بك وأنت شرف حياتي. إيه. حجي مين جاي؟ وين رايح؟ شو الموضوع؟ والله أنا يعني من سامراء بس ساكن هنا، أنا قديم أنا ساكن هنا. إيه. الناس كلها تعرف هاي تكريس، كلها تعرفه. ماكو أحد حتى الخارج تكريس، كل المحافظات تعرفنا عني. هذا ضمور عندي، هذا نقول الوسطانة على رأس الكفار، هذا ظلت أعالج به والحمد لله مشى. بس هذا بعد يعني أني إبرة أم 6000 ما عاد أقدر أخذ الهياة، يعني وجبة وجبتين يوميا. الحمد لله والشكر على كل حال. حالتي يرث لها فتمر أستاذ. خلي أسألك سؤال. جوابات. تكريت. إيه. ليس مو بهاي التسمية، أو شنو معنى تكريت؟ تكريت. شنو معنى؟ قلعت. دي. قلعت دجلة. عافية. بارك حياتي. الله فيك. الله يبارك حبيب فيكم. الله يحفظك. هاي جائزة مقدمة من البرنامج. قيمة 250,000 حبيبي. ألف رحمة لوالديكم. بس هنا ما راح نوقف. رحمة الله والديكم. ما راح نوقف. زنوبة لازم أسأله سؤال. جوابات بكت إذا جاوبت عدل تصير 500 نعمة مو؟ إيه هاي هي. يلا أنا وياها زنوبة راح أسألك سؤال. راح أسألك سؤال، إذا جاوبتي أعطيك 250,000 زين؟ تمام؟ هذا الشارع اللي إحنا فيه شو اسمه؟ شارع الزهور. عافية بطلة. أنتي دخلتي مدرسة لو بعدك؟ ما داخلة. تريدين تدخلين مدرسة؟ ما عندنا فلوس نجهز لها غرطاسية. شلون؟ ما عندنا فلوس نجهز لها غرطاسية، ما دخلناها هالسنة مدرستها ما قدرنا ندخلها. ما نقول غير الحمد لله والشكر، والف رحمة على والدين كل من يساعدنا، والف رحمة على والدين كل من يساعد الفقير إن شاء الله. هذا اللي عندي، ما عندي أكثر. الف رحمة على والدينكم. نشكر. أنت يمكن فقير مادة بس غني بأخلاقك بلغتك. ما نقول غير الحمد لله وشكرها كلها. انت بطل. كلها من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى. ان شاء الله. تدري شنو امنيتي؟ امنيتي تصير كلنا رجلين لك ونمشيك. ونمشي لك على اشتاقنا. الله يحفظكم ان شاء الله. ونوصلك لحلمك. وين تريد توصل؟ تصير دكتور، مهندس، ان شاء الله كل احلامك تحقق حبيبي. الله الله ان شاء الله ما يشوفكم لا عسر ولا كل شيء، ان شاء الله بحياتكم ميسرة ان شاء الله بجاه كل من اللي جاه عند الله. يا الله. زنوبة جاوبتي صح، هاي همينة هدية من البرنامج 250,000. حتعطيها البابا لو تخليها يمه تشترين بيها شيء؟ لا خليها. خليها يمه تشترين بيها. راح اشتري بيها. تشترين ملابس بالسوق؟ ماشي حبيبتي.